أول علاقة بينية مع الله، ثاني علاقة بينية مع من حولك. فالمؤمن محبوب، يعرف قدر أمه وأبيه وأولاده وزوجته وأهل زوجته وأقرباؤه وجيرانه وأصدقائه وزملائه. علاقة مبنية على الأداء، أداء الواجب والتسامح والعفو أحياناً والتلطف والاعتذار والمسامحة، تقديم هدية. في مشكلة منقدم هدية، في مشكلة غامضة منوضح. البيان يطرد الشيطان، ممكن تبين الشك بيزول، ممكن تعتذر الحقد بيزول، ممكن تطلب السماح الألم بيزول، ممكن تقدم خدمة الألم بتلاشى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مع من حولكم. فبطولة المؤمن علاقته طيبة مع أهله وجيرانه وإخوانه وأصحابه وأصدقائه ومن يعمل معهم وزملائه. لكن إذا واحد بغى عليك، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن ينتصر مو بتكله الصاع عشرة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يجب أن يكون في علمك أن أولى واجبات المؤمن إصلاح العلاقة بينه وبين الله أولاً، وبينه وبين الخلق ثانياً. الآن أنت ما لك علاقة، لك أخت نشب بينها وبين زوجها سوء تفاهم كبير جداً، أصبحا على وشك الفراق. لا تقول أنا ما لي علاقة، اقرأ الآية فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلح أي علاقة بين أخيك وأخيه، بين أختك وزوجها، بين شريك وشريكه، بين جار وجار. أول مستوى أصلح علاقتك مع الله، ثاني مستوى أصلح علاقتك مع الآخرين جميعاً، المستوى الثالث أصلح أي علاقة بين اثنين. من صفات المؤمن أنه يجمع ولا يفرق، والنبي الكريم نفى عن أمته التفريق، قال ليس منا من فرق. من فرق بزور أخته بالعيد، ماذا قدم لك زوجك في هذه المناسبة؟ هو زوجها فقير وبتحبه وبيحبها وعايشين حياة جميلة جداً، ماذا منتبه؟ والله ما قدم لي شيء، معقول ما قدم لك شيء؟ بليق فيك واحد آخر. هلأ راح، إجا زوجها تغيرت، هو أساء العلاقة بينها وبين زوجها. سيدة عائشة قالت له قصيرة، كلمة واحدة حكت، قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. قصيرة، لا بتقلد، ما بتنتقد، ما بتسخر، ما بتتهكم، ما بتصغر. المؤمن متواضع، متواضع ودائماً وأبداً بيقدم للناس شيء يسعدهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلح ما بينك وبين الله بمعرفته وطاعته والتقرب إليه، وأصلح ما بينك وبين من حولك من مؤمنين، رواد مسجد، أقربائك، إخوانك، أخواتك، أصهارك، زباينك إذا عندك مشروع مثلاً، زملائك بالعمل، جيرانك بالسكن وبالعمل. أصلحوا ذات بينكم بالمودة والمحبة والتوضيح والاعتذار أحياناً، وبالهدية، والهدية كما قال النبي الكريم الهدية تذهب بوحر الصدر، وكان النبي يقبل الهدية ويرد عليها، تهادوا تحاببوا. ألف طريق في الاعتذار أحياناً، أيام تقول أخطأت سامحني خلاص انتهى كل شيء، أنت أصلحت العلاقة بينك وبين الآخرين. أيها الإخوة الكرام، قال وأطيعوا الله ورسوله
إن كنتم مؤمنين. يعني أكثر من مئات الآيات تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي، يا من آمنتم بكمالي، يا من آمنتم بعلمي، بقدرتي، بحكمتي، برحمتي، هذا الأمر أمري نفذوا، أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما دمت قد آمنت بالله واحداً وموجوداً وكاملاً وشرعه حكيم ورحمن رحيم وخلقك لجنة عرض السماوات والأرض، هذا العمل بيحجبك عني يا عبدي؟ هل العمل بيقربك مني؟ هل العمل سبب للتوفيق؟ هل العمل سبب للخذلان؟ يعني واحد ببيع أقمشة على الرصيف، ما في أفقر من هيك، مادة قطعة قماش يضع عليها عدة قطع قماش، والوحدة بخمسين ليرة دولار، أجت وحدة دفعت له بالخطأ 100 دولار وضعها بجيبته، بعد دقيقتين عم بيكمل لإنسانة أخرى أملأها 100 دولار، في محل جنبه قال له عمو الله يخليك لحتى أبحث عن صاحبة المبلغ، عينك على البضاعة، لحقها قال له أختي هذا 100، أنا بدي واحد. قضية رؤية يا أخوان، رؤية. أنت بتحضر درس علم تملك رؤية إيمانية، ما بتعصي الله لو دفعوا لك الملايين، إنه بعد هذا اللي غادر للجهاد ووصى جاره بزوجته أم خانوا بها، في كلب أكله وقتله، فقال النبي الكريم خان صاحبه والكلب قتله والكلب خير منه. الأمانة غنى، فأنا بدي أفهم كلمة واحدة وأقولها أخواني، بس تعرف الله بتملك رؤية صحيحة ما بتغلط، بس تعرف منهج الله القرآن السنة، الله بريد سعادتك، بريد رقيك، بريد مكانتك، بريد راحتك النفسية، بريد زواج ناجح لك، بريد زوجة صالحة، أولاد أبرار. استقيم، استقيموا ولن تحصوا، والحمد لله رب العالمين.